يتنكحوا، يعني لابد ان تكونوا مالكين لاسباب القرعه على الدماء. والله لا يكلف نفسك الا وسعها، ولا يخاطب الناس بما لا يقدرون عليه. فلما تتنكحوا يعني لما تملكوا اسباب القدرة الماديه التي تحقق النجاح في الزواج وفي الانجاب وفي كل شيء. هذا معنى الحديث انه تشرف عليه. هل ان انا انجب اولاد بمجرد فخ على الرسول يبالغ بهذه الكفه التي لا حظ لها في التعليم ولا حظ لها في الايه الكريمه وتتسول قوتها وتعمل اعمال البيت الشريفه او البيت الكريمه او الاطفال يعملون وقوتها التعليم؟ هل ده لحد ما شفت الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ان الله اعطانا عقولا لنتبطر بها ولنستطيع ان نوازن الحقوق بالطريقه الكريمه التي تحمي حقوق الانسان وحياه الانسان. فالقرون تقع على هذا النحو بما ياتي منظورا ووفقا لمعايير الشريعه ووفقا للقياد والعباد ومآلات الاحكام الشرعيه في هذا الامر، وان نحكم على حقوقنا والا نلتزم بها مثل هذه التسليمات التي تبرر الاضرار وتلزم الناس بان يجب ان نعمل الصح وان نحقق القرون في هذه الامور حتى نسير السير الصحيح ونقبل الاحكام الشرعيه على طريقها واساسها السليم. سأستخير يمكن المرة الأولى منتدى شباب العالم في خصص جلسة محاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. لو تقدر تشرح لنا إيه اللي حصل في هذه الجلسة وما الذي أضافته هذه الجلسة في ملف حقوق الإنسان دلوقتي؟ شكرا لهذا السؤال المهم جدا، وأنا عايزة يعني برضه من منظور حقوق الإنسان إن الشباب وهم أهم شريحة في أي مجتمع النهارده أصبحوا في صدارة المشهد، وشفنا منتديات الشباب كل سنة بتكبر عن السنة اللي بعدها، ولأن النهارده العالم أصبح قرية صغيرة الاعتماد متبادل بين الشعوب وبعضها البعض والدول وبعضها البعض. فإن مصر النهاردة بقت نقطة التقاء الشباب من مختلف أنحاء العالم. الشباب هو اللي بيحضر للمؤتمر، هو اللي بيعد الجلسات، هو اللي بيستقبل الضيوف، بيحط الموضوعات. كون إن المنتدى يعمل الجلسة الرئيسية لمحدد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اللي هو أرفع مجلس يتولى قضايا حقوق الإنسان، وأظن كلنا تابعنا مصر لما راحت للمجلس بتقرير المراجعة الدولية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر. فاستضافة أو إن منتدى الشباب يعمل جلسة محاكاة لهذا المجلس، ده معناه ان مصر، معناه ان القياده السياسيه اللي اطلقت استراتيجيه حقوق الانسان وعبرت عن اعلى مستوى والتزام سياسي بقضيه حقوق الانسان لم تكتفي بالمستوى المحلي، ولكننا صعدنا للمستوى الدولي. وشفنا ازاي الشباب عمل جلسة محاكاة أكثر من رائعة، وده يورينا التدريب اللي حصل عليه الشباب. وأقول لحضراتكم أنا بحكم خبرتي الطويلة في الأمم المتحدة وحضور مثل هذه الجلسات، أقول لحضراتكم لو أنا غمضت عينيا وأسمع الكلام اللي بيتقال كأني في جنيف في هذا المجلس الدولي. في جلسة المحاكاة كان لي الشرف ان انا القيت كلمة واتكلمت على حقوق الانسان والتغيرات اللي العالم بيعيشها اليوم، والنهارده كلنا شفنا جائحة كورونا وكيف كلفت العالم الكثير والكثير. الحمد لله احنا في مصر احسننا ادارة الازمة، والا ما كناش شفنا هذا المعرض العظيم اللي احنا فيه النهارده. انما
الأوبئة النهاردة أصبحت خطر يهدد الإنسانية، يهدد العالم كله، زي ما الزيادة السكانية أصبحت خطر يهدد الدول التي تعاني من الزيادة السكانية والدول الأخرى. كلنا شفنا الهجرات والشعوب اللي بتعاني من ظروف بتخليها تهاجر، تهاجر لاجئين، عادات غير مسبوقة من اللاجئين. شفنا تغير المناخ. فالكلمة اللي أنا شرفت بإلقائها أمام فخامة الرئيس هذه الجلسة لمحاكاة مجلس حقوق الإنسان، قلت إن الأمم المتحدة تحديداً مجلس الأمن اللي معني بالحفاظ على السلم والأمن الدولي لابد أن يكون أكثر نشاطاً وفاعلية لمعاونة الدول النامية التي تعاني من الأوبئة، من الزيادة السكانية، ومن تغيرات المناخ، لأنها تهدد السلم والأمن الدولي. فقام الرئيس يعني اتحدث وقال كلام مهم جدا وتناول بتعمق شديد الزيادة السكانية وتأثيرها على، وده كلام اللي كان يقوله الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، تأثيرها على شعور المواطن بأثار هذه الجهود العملاقة، الإنجازات اللي مصر بتحققها كل يوم. لسه المواطن مش قادر يحس نتيجة الكلام اللي قاله الدكتور عبد الله النجار. كل ما كبرنا عددك كل ما قل نصيب أي واحد مننا. فأنا بقولها باختصار، الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخ لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأطفال الذين يحرمون من التعليم بسبب قرار القائمين على أمرهم، ويحكم عليهم بالفقر منذ طفولتهم، ويحكم عليهم بالعنف والاستغلال الجنسي والتجاري. وحضراتكم كلكم عارفين، وانا مش محتاجه اقول، الولد اللي بيشتغل في ورشه بيتعرض لهجمات في مكان عمله، انتهاكات صارخ. هذا الطفل مكانه في المدرسه مع استاذ متعلم مثقف يسهر على تربيته وتنشئته تنشئة سليمة. فلابد أن نتحرك لحماية أطفالنا من الاستغلال التجاري والجنسي بدعوة أو بدعم معاونة أسرنا. الأطفال عيال، بنقول عليهم عيال، يعني إحنا كبالغين مكلفين بإعادتهم. احنا بنشوف أطفال كتير هم العائلين بالخطر، وكي يصبحوا العائلين بيدفعوا الغالي والنفيس من كرامتهم ومن شرفهم وشرف العيلة وصحة المجتمع وشرف المجتمع. فلا بد أن نتصدى للقضية السكانية